Thank you.
مشاهدين اينما كنتم حللتم اهلا وسهلا سهلا انتم اليوم على موعد مع نهائيات بطولة تونس في لعبة فيفا 1-1 مباراة تنطلق بعد لحظات من الان ابتداء من مباراة اللوزر براكت السيمي فاينل ثم بعد ذلك عندنا مباراة الوينرز براكت فاينل ثم فاينل اللوزر براكت واخرها مباراة الجراند فاينل اللي تكون هي الحاسمة في اللي معرفة بطل تونس. معنا اليوم بابي. مرحبا بابي. أحلى مرز أخوي، مرحبا بك. كما كنت تحكي إن شاء الله اليوم باش نحكيه باش نلعبوا النصف النهائي الفاينل لوزرز براكت وكذلك الفاينل وينرز براكت. فنفسر نقولوا احنا الخاسر الرابح فات ما بين في المباراة الأولى باش يلعب كنت الخاسر من المباراة الثانية ثم الرابح بدات نزول شراب ان شاء الله هي الكبير مع الرابح في الفاينل براكت. باش نحكيو كذا على الدبل تشانس اللي رابح في الفاينل وينز براكت باش كان نقولوا احنا سيبوزون خسر في المباراه الاولى باش كان عنده فرصه باش يلعب المباراه الثانيه وكان الرابح اكيد مبروك عليه. هذا نقولوا احنا اللي تمشي هذا الليل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اذا كما قلنا اربع لاعبين اجل ظفر بلقب بطل تونس. هات نشوفوا الاحصائيات بتاع اللاعبين هذوما ومشوارهم في بطولة الواحد ضد واحد من الدور الأول والدور الثاني. ممكن لو نشاهدوا على الشاشة إحصائيات الأربع لاعبين اللي هما كل من اسكندر الشيبي لاعب فريق الملعب التونسي، إيهاب مشالة لاعب فريق النادي الرياضي لحمام الأنف، وخليل عبد الخالق لاعب فريق نادي الرياضي حمام الأنف، وحبيب العابد لاعب فريق الترجي التونسي. اذا اربع لاعبين من اجل الظفر باللقب هذا. شوفوا حتى الاحصائيات بتاعهم. اسكندر الشيبي كان في الدور الاولاني فاز بستة مباريات وهزم مباراه واحده. ايهاب مشاله فاز بسبع مباريات ولا هزيمه في الدور الاول. خليل عبد الخالق كان تحصل على اربع مباريات عفوا خمسه فوز واثنين هزيمه، وحبيب العاب باربع فوز وثلاثة هزايم. اذا بابي كما تشوف يعني اربع لاعبين، الاربعه كانوا يعني مردودهم طيب خلال الدور الاولى. اكيد اكيد على غرار خونا هوبا اللي عامل سبع انتصارات مقابل صفر من الهزائم. نحكيو على اقوى هجوم كذلك مع نقولوا احنا اقوى دفاع، وذاك اللي يفسر وجوده في النهائي مباشره على غرار البقيه. على كل اذا كما قلنا اخر مره في نهائي ال 11 في فيفا برو كلوب كذلك نقولوا اذا التقى عملاقان ينسى ما سبق. لا تقول لي رابح لا ماتش لا زوج لا ثلاثه. صحيح. اكيد نذكروا بالموسم الفارط خونا هوبا كان تحسن المركز الثالث وكانت البطوله او نقولوا احنا المركز الثاني عند زرقاء والبطوله كان المركز الثاني عند اسكندر الشيب شيبي وكان سحب اللقب هو حبيب العابد لاعب الترجي التونسي. اذا بعد لحظات من الان كما شاهدوا الان اذا المباراه اللي باش تنطلق الاولى اللي هي مباراه السيمي فاينل اللوزر براكت اللي تجمع ما بين خليل عبد الخالق او شهير الزرقاء وحبيب العابد لاعبي كل من نادي حمام الانف والترجي التونسي. اذا شاهدوا معنا هذه المباراه بتعليق كل من البابي الى جانب الكبسوله. اكيد اذا كما ذكرت اخونا مرزا التحيه موصوله لكل من ساهم في نجاح هذه الليله ان شاء الله. على كل لحظات تفصلنا على بدايه المباراه. اذا اعزائي المشاهدين اينما كنتم من المحيط الخليج طابت اوقاتكم، اهلا وسهلا مرحبا بكم بعناوين المجد والتاريخ والعراقه والجماهيريه والقاعده الشعبيه ودخول النجوم الكرويه الغير اذا في الميدان. على كل دخول مباشره بسبب الموضوع نادي الترجي التونسي اذا ضد نادي حمام الانف. على كل اللي عم نشكون هذا كريف، هذا كريف يا سلام عليك يا نجم التوحيد الهولنديه في هذه السنه العالميه. اكيد سنه الخامس من الشهر السبعة والثالث عفوا من الشهر السبعة السنه الميلاديه 2022. الكره في الدفاع انا نادي في احتراف التونسي باتريك فيارا، هذا كاس باكيتا رودريجو مدافع رودريجو دافع كسوجو مره اخرى عند باكيتا نجم البرازيلي نجم السامبا يا سلام مره اخرى عند فيارا المتحسن كذا لكاس العالم 92 وكاس اوروبا 2000 مع الديك الفرنسيه ونادي مع زين زيدان وتيري هنري. هذا شكون يوسف عطال يا سلام كذا يكون الهدف الاول في ليله الابطال. كرنفال يا حبيبي كرنفال والكرة عند الحارس الهندي بنتصر ويا ستار يا جبار رافائيل لياو فيناتزولا
اكيد اذن سبينات زلال المصار في كاس اوروبا الاخيره بعد اذن ثلاث جولات الكره مره اخرى كريف. يا سلام يا سلام ستقول الله الله حوم كريف لكن تعود مره اخرى عند الدفاع ترجع للدوسي ان فشخي قلاب والنتيجه تتعادل اذن مسيطر عدد اللحظات. نذكر اعزائي المشاهدين لكل من التحق بنا حديثا انتم الليله مع قيمه القمم ومع معامله معاني البطوله التونسيه في فوان بيسوان. اكيد نبدا على بركه الله معايا نصف نهائي اللوزرز براكت بين الترجي التونسي وربيع حمام الانف. يا سلام لك الدفاع التغطيه. كذلك اذا الشكر موصول لخونا مرزا واكيد اذا خونا كبسوله من حافه الميدان. اكيد الكلمه ليك لاخبارنا بما يسير هناك في المدرج. شكرا زميل بابي، مرحبا بكم اعزائي المتابعين في هذا النقل المباشر من كل مكان وزمان. مباراه السيمي فاينال الاولى بين الترجي ونادي حمام الانف. الترجي خطير الكره وابرز فرصه لحمام الانف لزرقة كانت في اللحظه الاخيره وكانت بعيده نوعا ما عن المرمى. كما قلت لكم الترجي مثلوا حبيب العابد في هذه المباراة ونادي حمام الأنف نادي البيات يمثلوا خليل عبد الخالق الزرقة. ترجع الكرة مرة أخرى الترجية عند يوسف عطال الجزائري ألكساندرو. ألكساندرو ايش يعمل بالكرة؟ يرجع إلى عطال في وسط الميدان. مباراة نار 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 نار، هجوم ورا هجوم من هنا ومن هناك. استريا ستار يوسف عطال يربح مخالفة له، الحكم يعطي مبدأ الاستمرارية. وترجع الكرة من الإسباني بيدري إلى الطلياني سبيناتزولا. سبيناتزولا ممتاز التمرير، يمشي لياو 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 ايش يعمل مرة أولى مرة ثانية. استميت على كورتو البرتغالي ولكن الدفاع الدفاع من ادير ميليتاو وماركينيوس ينقذ الكرة الأخيرة. ترجع الكرة مغربية أشرف حكيمي إلى لوكاس باكيتا. باكيتا الهروب، باكيتا يبحث عن الموسيندا. باكيتا ايش يعمل؟ يتريض مع باتريس فييرا. فييرا ايش يعمل؟ يوسف عطال عطال ايش يعمل بالكرة؟ ولكن مازال الهجوم للترجي. رودريجو رودريجو ولكن الركنية الركنية. الدفاع حمام الانف يخرج الكرة للركنية، يمشي الركنية لحبيب العابد في انتظار التنفيذ. يوزع كرويف والتصدي من فاندرسار بابي في نصف ساعة لعب من الشوط الأول. بالضبط اذن كما ذكرت اخونا كبسولة التعادل يزيد اذن السيد الموقف هنا في المباراة الفاصلة. اكيد مباراة النهر يا حبيبي نهر كما ذكرنا بين نادي حمام الانف بقدة زرقع. ويا سلام يلا يا زرقع يلا يا زرقع كنا الهدف الاول مبابي مبابي شنو هذا في الرياو لياو 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 بيفعل ونتوزيع. يا سلام يا سلام دفاع الترجي التونسي حاضر الان اكيد التعليمات من المدرب. هنا مبابي مرة أخرى بيدري مبابي أليسو يا عطوقة أليسو يا عطوقة مش ممكن مرة أخرى هجوم يظن خطيرة لكتيبة حمام الأنف الآن على كل ظن بيدري كذلك ظن وقف على مين دفاع الترجي التونسي في اللحظات إلى أمام إلى أمام. يا سلام الدفاع استميت واستميت ما بعد استميت لدفاع الدمي والذهب في اللحظات في انتظار شكون باش يربع وشكون باش يعمل اللي حبه. هذا ايدير ميليتاو يوسف عطال اكيد اذا نجم المنتخب الجزائري. واليوم مره اخرى تتقطع الكره في وسط الميدان واضح اذا صراع وسط الميدان واكيد اللي باش يفوز بهذا الصراع سيفوز بالمباراه لا محاله. فيليبي اندرسون يفشل هنا في اللحظات عود مرة أخرى للحارس البرازيلي أليسون. إذا المباراة ماشية نحو التعادل في الشوط الأول في انتظار إذا خبر عاجل يأتينا من على البلدي بحمام الأنف. ومش ممكن يا حريم مش ممكن. كتيبة الترجي التونسي كما ذكرنا
في يطلع ذات إذن تروعان الأذرار في قمة يأتي المعمعة وقمة هذا المشوار. كرة مرة أخرى عندي وانا كريف ماذا يفعل؟ شنو هذا؟ مش ممكن باكيتا الحلقة الأضعف إذا شكلت الترجى للتونس عدد العذات إذن كنت الرول غالت عود مرة أخرى لاعب أليسون إذن أكثر من نفس الكرة وفي هذه أنا بالذات إذن يعنى الحاكم على نهاية الشوط الأول بنتيجة التعادل. إذن خونا مرزة أكيد خلينا نقول وعنا ما فماش إذن فرص تذكر لكن شفنا إذن السيطرة أو تتمركز مركز اللعبة في وسط الميدان. الكورة الحقيقة بين الفريقين الاثنين شفناها أكثر في وسط الميدان، لاعبين الاثنين حابوا يوصلوا لمرمى الخصم، ممكن تسديدات كانت قليلة، الكورة انحصرت في وسط الميدان في انتظار شوط ثاني بين لاعبين اثنين الحقيقة نعرفوا الليفل بتاعهم نظر لاعبين الفيفا في تونس، لجانب الأربع لاعبين هذوما اللي شاركين في البطولة هما لاعبي المنتخب الوطني للبرو كلوب، هذا ما يدل على قيمة اللاعبين هذوما، إن شاء الله نشوفوا شوط ثاني في أهداف أكثر من هذا الجانب أو ذاك. أكيد أكيد إذا كما ذكرت خونا مرزا إذا أعزائي المشاهدين عدنا والعود أحمد في هذه مع ثاني الأشواط هنا فاينل لوزرز براكت بين الثنائي خليل وحبيب العابد. اكيد خليل زرقع اذا مدرب النادي الرياضي احمد الانف وحبيب العابد مدرب الترجي التونسي كما ذكرت اذا خونا مرزا هم لاعبو المنتخب اليوم اذا في هذه الليله ليله من الليالي التاريخيه ليله من الليالي الملاح اذا ولكن فما عكس شو فما عكس شو شو هذا لا باتريك فييرا صخره وسط الميدان يا حبيبي كي يبدا عندك فييرا وهذا لك الحكيمي حكيمي الله عليك الله عليك اذا افضل ظهير ايمن في نهايه العذاب وهذا السامع هذا السون يا سلام ماذا يفعل فما تسديد باتريك باتريك كريف اوه مش ممكن نادي حمل الانف الترجي هذا التونسي ينزل بكل ثقل يضمن لحظه العذاب كما ذكرنا لا جديد يذكر ولا قديم يعاد ورد بالك وهذه فرصه لا تعاد يا مدام سعاد وشنو هذا لك رد فيها تخطيع عكس هجوم مره اخرى مباراه عالميه اكيد مباراه اذا ستحسم على جزئيات صغيره كل اذا نذكروا اذا اقترب المستوى اكيد فالكرات نقولوا احنا الكرات الثابته من شان غير نتيجه المباراه بما انه اذا لم ينجح كل الثنائي يحمي بالعارض وكذلك اذا سكون زرقاء من فكره شباع من فكره من فك شفره الدفاع وهذا حكيمي يا سلام يلا يا مغربي يلا يا مروكي مش ممكن اذا دفاع ايضا قوي من هنا ومن هناك اذا كما قال قلنا كبسوله اللي اكيد هو الاقرب للميدان وعنده اخر الاخبار. بابي مباراة اشتعلت منذ لحظات منذ بداية الشوط الثاني الجماهير من كل صوب وحاذب هنا في ملعب الاولمبي بحمام الانف مباراة الترجي الرياضي التونسي ونادي البيت نادي حمام الانف في مباراة مجنونة لحد الآن جماهيريا وكرويا في وسط الميدان ترجع الكرة من ماركينيوس وهذا الهجوم للترجي أشرف حكيمي 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 ايش يعمل يهرب حكيمي ينتظر في المساندة يلقى مع السن الكوري ولكن قابلوا الدفاع قابلوا دفاع الهمامة ويمشي تيو على اليسار يهرب تيو يبدل معاه لياو لياو إلى هرنانديز مرة أخرى بيدري في وسط الميدان هذا الشبل الإسباني الماتادور يمشي كرويف يوان كرويف كرويف إيش يعمل يراوغ يبحث عن الموسيندا مرة أخرى سبيناتزولا سبيناتزولا مباراة تنقصها الأهداف لزيادة الإثارة والمتعة ويمشي لياو هذا البرتغالي مواطن الدون ولكن ترجع الكرة مرة أخرى للترجي في وسط الميدان يوان كريف كريف يبدل مع أليكس ساندرو يدير ميليتاو مباراة ننتظر فيها الأهداف إن شاء الله لكي تشتعل أكثر والمرور إلى الأوقات القاتلة في الدقيقة 70 الآن والتعادل السلبي مازال سيد المباراة يمشي الفرنسي يديك كيليان مبابي
كيليان السلاح فنينجا يهرب على اليسار، يمشي كيليان يراوغ كيليان ما يلقاها مرة أخرى من لياو، لياو الميلانيستا لياو يبحث مرة أخرى مع البرسلونيستا البيدري، ولكن مقطوعة مرة أخرى من الفرنسي فييرا يبحث عن المرور باكيتا بابي. في هذه اللحظات المباراة ما زالت سلبية في هذه اللحظات كما ذكرت نحن الساعة من نهاية المباراة الوقت القاتل، إذا الماركي يربح وصلنا لمرحلة الماني تايم، وهنا في اللحظات إذا التعادل سيد الموقف لا غالب ولا مغلوب إلى عدة اللحظات. ماذا يفعل الله الله يطنب في المراوغات، لكن هنا عكس جمهور يسمع التعال كيتا. اذا 75 او 70 او 80 دقيقة انصح القول، اذا لجل يذكر لا قديم الترجي التونسي. هذا كيليان 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 والتوزيع والتوزيع، فما تمرير فما تمرير، وفي لحظات كان باش يخلي كان باش يخلي الترجي في عيره، لكن يوهان كرويف عكس الهجوم. يوهان كرويف نجمة التوعيه الهولنديه البرتغالي الكساندرو مره اخرى. يوهان كرويف يوهان كرويف ماذا يفعل؟ فما توزيع، الله الله يا سلام يا سلام يا سلام، لكن هذه حمله مره اخرى مره اخرى. اذا هجوم بهجوم ويعجز اذا الهجومان الهجومين في فك في شفرة دفاع الفريق. على كل مرة اخرى كرة في وسط الميدان، تمشي الكرة عند اللاعب فيليبي اندرسون. اندرسون ماذا يفعل؟ يفعل اذا نشوفوا يا سلام بابي، اخطر فرصة في المباراة اخطر فرصة في المباراة لنجم اذا الهجوم مبابي. السلام يا سلام يا سلام، الله عليك يا حمام لم كان مش يخلي الترجي في حيره، يرد بالك يا بابا، لكن ما زالت ما زالت اللعبه كبيره ماهيش صغيره. على كل مره اخرى فيليبي اندرسون، كره عند داني الفيش مارتينوس. فيليبي اندرسون نشوفوا اذا كوكب النجوم البرازيليه في تشكيله حمام لم التونسيه. الزوجيب الزوجيب رد بالك ورد بالك من زرقع في هذه اللحظات ما عندوش حبيت على اخر فرصه تذر وارتكب. على كل اذا اللحظات جمالك، لكن وين؟ واذا في هذا الامر بالضبط يعلن الحكم على نهايه المباراه بالتعادل السلبي 0-0. خونا مرزا ما فماش اذا نقول تغييرات كبيره بين الشوط الاول والشوط الثاني. دقيقه المستوى اللاعبين الاثنين متقارب، شفنا صلبه دفاعيه في المباراتين في الشوط الاول والثاني، ممكن هجمات كانت قليله من هذا الجانب هذاك، شفنا الهجمه وحيده او تصيبه وحيده من اللاعب خليل زرقا في الشوط الاولاني، والشوط الثاني ممكن كان تصيبه وحيده لزرقا اللي هي كانت قريبه من مرمى الحارس اليسون، وحبيب كان الحقيقه زاد كانت هجماته قريبه من مرمى الحارس فاندرسار. هذا ما يدل للمباراه او قيمه الرهان خلات يمكن كل واحنا نشوفه شفناش يعني شفنا حذر اكثر منه يعني بالضبط، كان شفنا هدف يمكن كنا نشوفه نقول احنا مجازفه للفريقين، لكن قيمه الرهان كما ذكرنا والتعادل خلاهم يلعبوا الحذر. يعني كنا شفنا اول فرصه نقول احنا تستحق الذاكره دقيقه 85 اللي معناها اللي كتبت حمام الانف اللي كادت معناها ان تقلب نقول احنا الموازين وما نستحقوش اول نحتكموا المباراه الثانيه، لكن على كل نتيجه 0-0 اكيد المباراه الثانيه ستكون ان شاء الله على الاقل او ناملها ان تكون اكثر مجازفه حتى يعني نقول احنا نتاع المشاهدين. بالفعل يا بابي ممكن ننتظروا في مباراه العوده تكون اكثر هجومات على المرمى هذا الفريق وذاك، هذا اللي ما رناهوش في الشوط في المباراه الاولى مباراة ذهاب اللي كان تصويبات قليلة وقليلة للغاية، ممكن كان اللعب أكثر مفرط في يعني محاولة مسك الكرة امتلاك الكرة في وسط الميدان، شفنا الهجمات ممكن كانت تكون قليلة، هذا ما يدل على ممكن دفاعات اللاعبين الاثنين كانت دفاعات صلبة، واللاعبين الاثنين يحققوا اللعب الدفاعي ممكن نعرفوهم حتى ممكن حبيب العابد
شارك في الموسم الفارط في بطولة تونس، نعرفوا اسلوبه يعني اللعب الدفاعي، محاولة المسك الكرة أكثر ما امتلاك الكرة أكثر ما يمكن، كما هو الحال ممكن الأسلوب اللاعبين الاثنين أسلوب متقارب حتى التشكيلة، يلعبوا الاثنين يلعبوا بال 4-4-2 أو 4-2-2-2 اللي هي نفس تقريبا نفس التشكيل الاثنين، حتى في امتلاك الكرة والبحث عن ثغرات في دفاع المنافس، هذا هو أسلوب الثنائي الاعتماد على اللاعبين الارتكاز، إدخال الكرة على الأطراف ثم يصلها المهاجمين. اللاعبين الاثنين ممكن كما نقولوا يعرفوا بعضهم، ممكن اكيد لعبوا بعضهم حتى سابقا ولعبوا في نفس الفريق حتى في البروكلوب، يعرفوا طريقه لعبهم. هذا ما يخلينا ممكن ننتظروا مباراه عوده قد تكون ممكن مليئه بالاثاره في انتظار اهداف، يا تكون شحيحه والاهداف، يا تكون يعني ممكن خاطر اللي باش يماركي نقولوا احنا الخصم باش يجي يزف ويشرب هذا عادي، هذا ما شفناش يعني دفاع حقيقه، ما شفناهوش تقدم، شفنا معناها اي اتاك تلقى لا ربع ديفونس تلقى لا ربع، فماش هذه كونتر اتاك وتاكل يعني. شفنا كذلك مباراه تكتيكيه لعبوها بالضبط بالضبط تكتيكيا، كانت الحقيقه كما قلنا اللاعبين الاثنين يحسبوا امتلاك الكوره البوزيشن يعني الفيفا محاوله اكد كلامك كما قلنا يعني. شفنا اول فرصه تستحق ذكر دقيقه 85، يعني تصور انت معنا اكثر من دقيقه مرحله جاس نبذ، اول فرصه يمكن شفناها في اخر لحظات اللي يعني كانت نتكلف مباراه كامله، لكن على كل تمكن الثنائي نقولوا احنا من الاحتكام الى مباراه اخرى ستكون ان شاء الله بعد لحظات. اكيد اذا نتمنى لهم كل اعماق قلوبنا نجاح وتوفيق كل اذا نقولوا احنا الفرق او اللاعبين المشاركين، اكيد هو اللي نقولوا احنا امتاع المشاهد هو اذا هدفنا. بالفعل ممكن تفسروا الساده المشاهدين للمباريات التصفيات هذه او كمباراتين، مباراه ذهاب وعوده في صوره تعادل باحتساب الاهداف المقبوله المدفوعه، ما فماش يعني اهداف خارج الميدان او في خارج الاراضي، ما فماش من الحسبه هذيك، باش يكون الاحتساب مجموع الاهداف مباراتي الذهاب والاياب، وقتها ننتقلوا في صوره التعادل في مجموع الاهداف في المباراة الذهاب والإياب ننتقلوا المباراة الثالثة فاصلة تكون ممكن تتواصل إلى الحصة الإضافية وركلات الجزاء في حالة منهم. إذا بعد قليل ممكن الآن تنطلق مباراة العودة ما بينات لاعب حامد الأنف خليل عبد الخالق شهير الزرقاء ولاعب الترجي التونسي حبيب العابد، مباراة قد تكون هي الحاسمة في مشوار اللاعبين الاثنين، شكون فيهم باش يترشح إلى فاينل لوزر براكت من بطولة تونس للعبة فيفا 1-1. بابي خليكم كلمة انتو كبسولة لتعليق على مباراة العودة علما ان نتيجة الذهاب انتهت 0-0 بين اللاعبين الاثنين. اذا شكرا بسول لك مرزا، كذلك اذا اعزائي المشاهدين مرة اخرى نعود لكم والكلمة موصولة هنالك في كابينة التعليق على حافة الميدان عند خونا كبسولة. شكرا للزميل مرزا وبابي، عودة للمباراة الثانية، مباراة الأولى انتهت بالتعادل السلبي 0-0 بين حبيب العابد وخليل عبد الخالق الشهيرة بزرقة في مباراة كانت دفاعية تقريبا من كلا اللاعبين، بما أنه مباراة مصيرية يمكن تحدد بنسبة كبيرة البطل لهذا الموسم. ترجع الكرة مرة أخرى للترجي، يوسف عطال يبدل مع باتريس فييرا ولكن مقطوعة من بيدري، تمشي الكرة مرة أخرى بيدري في دفاعات الهمام، يدير ميليتاو داني ألفيس يبحث مرة أخرى فيليبي أندرسون في وسط الميدان، أتاليوني سبيناتزولا سبينا ايش يعمل سبينا، يبحث مرة أخرى عن كيليان مبابي، مباراة منذ البداية نشوف في محاولات هجومية من فريقين الاثنين في انتظار الأهداف ولا تحلو كرة القدم إلا بالأهداف، يمشي فيليبي أندرسون فيليبي مرة ثانية يلقى زميله داني ألفيس، فيليبي مرة أخرى أندرسون يبحث عن المرور يتريح خير التريف ويرجع الوسط ميدان، يمشي لياو البرتغالي لياو مرة أخرى سبيناتزولا، مباراة يعني ما بين حبيب العابد بطل تونس الموسم الفارط وخليل زرقة لاعب الهمامة. ترجع الكرة فقط للتذكير أنتم على موعد أيضا مع الفاينل وينرز بين المخضرم يابي مشيلة ولعب الملعب التونسي
والامازيغ تيم سكندرال الشيبي في مباراة ديربي البيت بين الملعب التونسي ونادي حمام الانف. ترجع الكرة داني الفيز الى كريف، يبدل مع يوسف عطال بابي، والمباراة ما زالت اصفار في اول ربع ساعة منذ البداية. ترجع الكرة سبيناتزيلا، سبيناتزيلا يبحث عن التمرير، ممتاز التمريرة في العمق على اليمين، يمشي فيليبي، فيليبي المرور، فيليبي والحارس أليسون، والحارس أليسون يتصدى للكرة الأخيرة. نرجع لك بابي في هذه إذن كما ذكرت أخونا كبسولة كتيبة حمام الأنف، وهنا دفاع على ترجي كما ذكرت الإسكندر العبد في محاولة منه للدفاع عن اللقب أمام نظير خالد الزرقاء في هذه اللحظات. على كل إذن و 22 دقيقة في الصوت اعزائي المتابعين، خطأ تقني. ترجع ماركينيوس مرة أخرى، يمشي ماركينيوس إلى حكيمي، الترجي يبحث عن الهجوم وفك شفرة دفاع نادي الهمهامة، في حين دفاع الهمهامة واقف مليح، وهذا اللي نشوفوه نعرفه مسير مباراة مصيرية، مباراة من كلا اللاعبين. ترجع الكرة مرة أخرى في وسط الميدان، رودريجو، رودريجو يبدل مع حكيمي، حكيمي رودريجو مرة أخرى في وسط الميدان، يوسف عطال، حبيب العابد يبحث عن المرور والوصول للحارس، حارس فاندرسار حارس الهمهامة، يمشي الكرة مرة أخرى، يمشي سبيناتزولا مع عطال، عطال عنده الكرة مقطوعة من الطلياني سبيناتزولا في هذه اللحظات، والهروب والتمريرة في العمق، يمشي لياو، الهروب من لياو، 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 لا 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 مرة أولى، مرة ثانية، ممتاز التصدي، ممتاز التصدي، شنيا يقول الحكم، شنيا يقول الحكم، والكرة ترجع بعد قليل. نرجع لك بابي في هذه اللحظات. كما ذكرت إذن أخونا كبسولة الأقرب إذن للتسجيل هو كهي كتيبة حمام الأنف في اللحظات، إذن بعد فرصة أولى كانت في دقيقة 20، الآن إذن دقيقة 30 كتيبة حمام الأنف إذن تهدد دفاع الترجي التونسي، إذن لقب الـ 1 في 1 فيفا على المحك في اللحظات. على كل إذن لكن النتيجة ما تزال إذن فيها التعادل على كل اللحظات، وتعود المباراة هي الآن. ماذا يقول الحكم؟ ليه هو كذلك تغيير في تشكيلة الترجي التونسي، إذا لعب ماركينوس، ماركينوس إذا دفاع على الترجي التونسي اللي عانى منذ بداية المباراة أمام هاجان وغليان كتيبة نادي حمام الأنف. مدير ميلي تاعو هذا يوسف عطال، ألكساندرو، ألكساندرو هذا السون، يلا يا السون مرة أخرى لي ألكساندرو، على كل في انتظار اذا هجوم معاكس او رد رسمي من هجوم الترجي التونسي في اللحظات. كما ذكرنا العقرب الفوز هو نادي حمام الانف، لكن ما زال التعادل. يا سلام، فما تصريح ولا لا؟ ماذا يفعل هذا؟ عتال، 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 وين البونت؟ ويتبع له الاحتفال. اوه، لكن دفاع على ماما، دفاع على ماما، اذا الان يا سلام حسن منيع أمام هجمة الهجمات الترجي التونسي مرة أخرى. كرة في وسط الميدان يركع اللاعب، أكيد توصية المدرب زرقاء في اللحظات. مرة أخرى يوسف أو سبيناتزولا، ألفيز، 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 ألفيز بامتياز، ألفيز باعتزاز، سبيناتزولا، لكن باتريك فييرا مرة أخرى، مش ممكن، مش ممكن، سبينا، هذا شكون؟ كيليان، 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 تغيير وجهة اللاعب، هنالك عند اللاعب فيليبي اندرسون، اندرسون، مرة أخرى سبينا، يلا يا سبينا، امشي يا تزولا، تزولا سبينا تزولا، ماذا يفعل؟ يطنف المراوغات،
يتنفل ملاغات مرة أخرى هذا بودري. يعني الغريبة إذا خونا مرزا إذا نعود ليك ما نعرفش كانت خطينا الراي اللي ما شفناش حتى تسديدها من خارج 18 متر نورمالمون لازم يجربوا شباب. هو كي تشوف بابي في لعبه فيفا 22 ممكن تصويبات من خارج المرمى اللهم تكون يعني تصويبها بالار 2 يعني هذوك هما اللي يسجلوا لكن تصويبات بالتصويب العاديه يعني بالبوتون تاع الشوط العاديه ما تسجلش من وراء 18 اللهم كما قلت لك تصويب بالار 2 ممكن لاعبين اثنين ماهمش قادرين يحاولوا يسرعوا اكثر في الهجمه قدم 18 قادرين يحاولوا يسحبوا اكثر الكره قدم 18 باللاعبين الارتكاز. يعني مثلا ريان خالد روحنا اللي يدير مكابله صحيح الكونتر شفنا اذا حمام الانف جازف وصل للمرمى اكثر من مره لكن اذا بالضبط خاصه في بالضبط بالضبط يعني كاد ان يباغ الدفاع الترجي التونسي على كل اذا نعود في اللحظات والكلمه عند خونا كبسول. شكرا بابي عودة المباراة الشوط الثاني من هذه الملحمة الكروية بين الترجي ونادي الرياضي لحمام الأنف في مباراة ما زالت ما تعرفش الأهداف من المباراة الأولى والنصف المباراة الثانية إن شاء الله في النصف الثاني من هذه المباراة نشوفوا الأهداف والمتعة والإثارة يمشي فيليبي فيليبي على اليمين فيليبي فما التوزيع ليه يحاول المرور ليه مبابي مرة أولى ممتاز الدفاع يعني كما قلت مباراة دفاعية بكل ما تعنيها الكلمة زوج لاعبين خايفين من الهجوم هذاك علاش نشوفوا في الدفاع واقف مليح ترجع الكرة من داني ألفيس مخالفة ألفيس في وسط الميدان سبينازولا سبينازولا مع كريف الأسطورة أسطورة تراساتير كريف الهولندي يمر الهولندي يوزع ليه ايش يعمل يحاول يراوغ يراوغ مرة أولى مرة ثانية ما زالت الكرة عنده ولكن مقطوعة من المغربي أشرف حكيمي وهذا الهجوم مرة أخرى الكوري السون السون يبدل في وسط الميدان مع عطال يوسف الجزائري عطال يمشي عطال يبدل الكرة مع محمد صلاح الفرعون المصري ولكن التسلل موجود التسلل موجود يمشي سبينازولا مع يوان كريف يوان لياو يمشي لياو لياو يبحث عن المساندة يلقاها مع الطلياني سبينازولا سبينازولا وين يا الجرينتا الطليانية يا سبينا ويمشي كريف ولكن ماركينيوس موجود مدافع البي اس جي ترجع الكرة من حكيمي ماركينيوس يبدل كليا مع الكساندرو ممتاز التمرير في اتجاه يوسف عطال محمد صلاح الفرعون المصري محمد صلاح الى يدير ميليتاو يوان كريف التمريره في اتجاه صلاح صلاح رب رب صلاح ممتاز يمر صلاح ولكن يرجع الكره مع الجزائري يوسف عطال عطال الى فييرا فييرا عطال ممتاز مره اخرى كريف يمشي فييرا يسدد ليه التمريره في اتجاه رودريجو رودريجو جول الترجي الترجي يسجل اول الاهداف حبيب العابد يعلن عن اولى اهداف المباراه هدف للصفر عن طريق رودريجو بابي بدات تشتعل المباراه في هذه اللحظات اشتعلت المباراه في انتظار من سيكتب الهيبه ومن سينجح بدفاعه كما ترى اذا اعزائي المشاهدين المجازفه الان نلعب الاوفنسيف لكتيبه حمام الانف يعني صحيح شفنا حمام خير لكن كما قلنا تغيير رسم تكتيك من 4 4 2 الى 4 1 3 1 2 في اللحظات اكيد نحكيو اذا كاتكا دو لوزونج اذا ان صح القول على كل اذا ريبريز دو ماتش اذا حدث المباراه في لحظات 60 دقيقه لعب اولى اهداف اذا المباراه للترجي التونسي اي نعم يا بابا كما قلنا اذا التقى عمل كان ينسى ما سبق حتى اذا اللي سبق عنا شوط اول بعملنا حمام الانف كذلك ربع ساعه اولى بعنوان حمام الانف لكن اول الاهداف يأدي للترجي التونسي هي المباريات الكبيره كما يقولون في استوديو التحليل تتربح ما تتلعبش يلا يا خليل يلا يا الحبيب يلا يا الحبيب على كل اكيد 30 دقيقه بشوفهم النار والنار في ملعب النار في ملعب الاولمبي بحمام الانف يا سيدي يا كريم واحد بلاش واحد بلاش عند الحبيب
واحد لبلاش عند الحبيب اللي في الفيفا لا عنده لا رفيق ولا حبيب. يا سلام لو التعادل اكيد اكيد الترجي الرياضي التونسي بالتحدي منذ الدقائق الاولى للشوط الثاني ياتي بالهدف الاول. الله عليك يا حبوب الله الله عليك يا حبوب. يا سلام يا سلام كره في العمق مره اخرى والعمق مره اخرى. هذا ادري مليتان بدري مضياف على اللجور الاسبانية هرنانديز. وين ماشي هرنانديز وين يا حبيبي وين وين ماشي بالمباراة وين نار 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 نار. هجمات مشتتة لكتيبة نادي حمام الانف. اكيد التغيير ورا التغيير الشونجمون ورا اخوه اكيد بيشرب على البروفوندور بيشرب على الرجور بيشرب على العمق بيشرب كذلك على البريسينج على الضغط باش يحط الكل في الكل على كل. اذا ما عنده حتى حل كان يلعب الكل في الكل اكيد. اذا مدرب نادي حمام الانف مباراة اولى كانت 0-0 ما شفنا فيها حتى شيء. كان اذا فرصة وحيدة لنادي حمام الانف وكاد اذا نقولوا احنا قاب قوسين او ادنى انه يجرد حبيب العابد اذا من اللقب نتاعه منذ المباراة الاولى. لكن نتيجة التعادل شو الثاني كذلك كاد ان يتاخر في النتيجة. لكن حقيقة الميدان في هذا الرهان تقول على الكلمة للترجي التونسي في هذه اللحظات. هرنانديز هرنانديز بكل اعتزاز ميليتاو صلاح المو المو وين ضرباتك المو وين بونتواتك المو وين هدفاتك المو. ما عندكش ماني ما عندكش فيرمينيو باي باي المو باي باي. الترجي في العلالي الى هذه اللحظات 1-0 1-0 يا بابا. رفرف رفرف يا حبيب رفرف يا حبيب شعار الترجي في العلالي. الله 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 76 دقيقة لعب نتيجة هذه المباراة 1-0 الترجي والكلمة عند كبسولة. شكرا بابي. كما نشوفوا الان خليل يلعب الكل في الكل بحثا عن التعادل. التعادل قد ياتي في اي لحظه والهدف الثاني للترجي ايضا ينجم يجي في اي لحظه في هذه المباراه. يمشي الفرعون المصري محمد صلاح صلاح يجري الكره يهرب على اليسار يلقى معاه يوهان كريف الاسطوره. كريف ايش يعمل يراوغ كريف مره اولى مره ثانيه مازال عنده الكره. كريف يربح الوقت والتمريره مره اولى والثانيه مازال محمد صلاح 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 والاسطوره فاندرسار والاسطوره فاندرسار يتصدى للكره الاخيره. ترجع الكره رافائيل لياو 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 الهمامه يبحث عن التعادل يهرب لياو. ايش يعمل لياو يلقى الحلول ليه يربح الركنيه يربح الركنيه في اخر اللحظات في هذه المباراه. 83 دقيقه لعب هناك التغيير على ما اظن في هذه المباراه تغيير لي بالمراكز. صلاح يلعب مهاجم ولياو باش يتم تغييره في هذه اللحظات. مباراة لحد الآن ماشية في طريقة نحو الترجي المتقدم هدف مقابل صفر أمام نادي حمام الأنف ولكن في أي لحظة ينجم يرجع خليل في المباراة. كرة القدم تلعب للدقيقة 90 وهذا اللي عرفناه برشا مباريات تقلبت في 90 وبرشا مباريات تقلبت في 120 كما نعرف المباريات الشهيرة. ولكن العودة مرة أخرى للمباراة والركنية لنادي حمام الأنف. كريف إلى ماركينيوس ماركينيوس يبحث عن المراوغة لكن يعود إلى أدما تراوري المنفوخ. ما أدما 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 شي يعمل يبحث عن التمرير ميليتاو ميليتاو يتباطى في الكرة الأخيرة. كانت فرصة وقد تكون فرصة يندم عليها خليل ولكن ما زالت الدقائق. ترجع الكرة للترجي الكرة الصن والهدف الثاني للترجي. حبيب العابد يقضي على أمال خليل عبد الخالق الزرقاء و87 دقيقة لعب 2-0 ولو أنه ما زال الأمل عند اللاعب خليل زرقاء في هذه اللحظات
بما انه في مباراة ما بين الترجي ونادي حمام الانف في البطولة 11 ضد 11 دقيقة 89 2-0 وانتهت المباراة 2-2 ترجع الكرة بيدري صلاح ولكن رسميا ستنتهي المباراة في اخر هجوم للترجي. اذا مبروك وما زالت الكرة اخر عملية دي بروين الى دماء ولكن الكساندرو ونهاية المباراة. مبروك للاعب حبيب العابد وبرشا روح رياضية بين اللاعبين. مبروك للترجي الترشح للفاينل لوزر اللي باش يتلعب ان شاء الله بعد قليل. وعودة للاستوديو مع الزميل مرزا. شكرا كبسولة على التعليق. شكرا بابي اللي غادرنا منذ لحظات لظروف عاجلة. اذا مباراة كانت فيها تقدم لحبيب العابد في المباراة العودة بعد هدف في الدقيقة 60 عن طريق لاعب ريال مدريد رودريجو، ثم الهدف الثاني كان عن طريق اللاعب سون قضى به على مال اللاعب خليل عبد الخالق اللي كان منه نتيجة 2-0 لحبيب العابد اللي ترشح لنهائي اللوزر براكت. اذا حبيب مرحبا حبيب ومبروك الانتصار. عاش خويا مرزا مرسى عليك الحمد لله. كيفاش كانت المباراتين اثنين؟ والله الحقيقة لعب خير مني اما الكره عنده انا بوزيشن كلها عنده الحمد لله واقف مليح ديفونسيفمون ولعبت على الكونتر والحمد لله. فهمتك. كيفاش كنت يعني ممكن المباراه الثانيه حسيناها اكثر جذفت فيها انت في الهجوم؟ ممكن الهدف هو اللي خليك تلعب اكثر براحه وخليك تسجل الثاني. الحقيقه ما نعرفش هو معناها الفورماسيون نتاعو شنيه. نلعب معناها الفورماسيون المين نتاعي كادوز دوز. حسيت الماتش الاول ما مشيتش بريمي طون تاع الماتش الثاني ما مشيتش بدات كات تريبل دو 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 الحمد لله ماركيت وبعد رجعت كات دوز دوز خاطر سكر اكثر معناها بي ديفونسيفمون بارابور الكات دو دو وكا الحمد لله. شكرا حبيب مبروك مرة أخرى الترشح لنهائي اللوزر براكت اللي باش تلعب إن شاء الله بعد مباراة القادمة اللي باش تكون مباراة بين إيهاب مشال اللاعب نادي الحمام الأنف واسكندر الشيبي اللي هو باش يكون فينال للوينرز براكت بعد دقائق من الآن. ابقوا معنا. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى في مباراة ثانية، هي مباراة الفاينل الوينر براكت اللي تجمع بين لاعب نادي رياضي الحم أنف إيهاب مشالة ضد لاعب الملعب التونسي اسكندر الشايبي في نهائي. الحقيقة هو نهائي مبكر، لاعبين الاثنين كانوا الموسم الفارط تحصلوا على المركز الثاني والثالث في بطولة تونس. إذن اللاعبين اثنين من أجل ترشح الربح فيهم يترشح إلى الجراند فاينل، والمنهزم ما زلت عنده فرصة أخرى يلعب في اللوزر في الفاينل لوزر براكت، لينتظر فيهم اللاعب حبيب العبد اللي كان انتصر في المباراة الفارطة أمام خليل عبد الخالق في مباراة كنا شاهدناها منذ قليل، انتهيت ب2-0 للاعب الترجي التونسي حبيب العبد. إذن بعد لحظات من الآن تتلقى المباراة اللي يستناو فيها الجميع، مباراة الفاينل الوينر براكت. إذن معايا كبسولة، مرحبا كبسولة. مرحبا مرزا، مرحبا بكل المتابعي المباراة، هذه مباراة الفاينل وينرز براكت ما بين الملعب التونسي والنادي حمام الأنف، ديربي البيات. مرزا كما شفنا المباراة الفارطة كانت انتهت 0-0 في مباراة الأولى، وفي المباراة الثانية الترجي فاز 2-0. يعني مباراة كان ملخص متاع المباراة انه اللاعبين الزوز خايفين من نتيجة خاطر مباراة مصيرية. بالفعل بالفعل مباراة مصيرية، شفنا حتى تحسمت في الدقائق ممكن في الشوط الثاني من المباراة بعد اهداف كل من رودريجو لاعب الريال وهدف سون، شفناه في دقيقة 65، والهدف الثاني كان هدف حاسم لمصلحة حبيب العابد عن طريق اللاعب الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقيقة 83. إذن تنطلق بعد لحظات من الآن المباراة فاينل وينر براكت. إذن تفضل كبسول لك الخط. شكرا، مرحبا بكم من جديد. هذه المباراة الفاينل بين إيهاب مشالة وأيضا اسكندر الشايبي الملعب التونسي ونادي حمام الأنف في مباراة مصيرية، الفائز فيها سيضمن مكانه في البيك فاينل لمواجهة الفائز ما بين حبيب العابد والمنهزم في هذه المباراة في الفاينل لوزر. ترجع الكرة عند إيهاب مشالة، مينديز يبدل الكرة مع ماركينيوس وسط الميدان، كونكو ولكن مقطوع، ولكن تعود مرة أخرى مبابي، إيهاب مشالة يلعب في وسط ميدان والآن يدور في الكرة يبحث عن المرور نحو دفاعات اسكندر الشيبي، اسكندر اللي مثل الملعب التونسي في هذه البطولة، وأيضا إيهاب مشالة اللي مثل نادي حمام الأنف، نادي حمام الأنف اللي مثلوه زوز لاعبين في هذه البيج فور، خليل عبد الخالق اللي كان انهزم وغادر المسابقة في المباراة الفارطة، والآن إيهاب مشالة في هذه المباراة ومشالة كورة ميسي اللي لكن مرة أخرى الدفاع وقف مليح، إيهاب مشالة دفاعيا في هذه اللحظات، إيهاب مشالة سحب السبعة انتصارات مقابل ولا هزيمة، حين اسكندر الشيبي فاز في 6 مباريات ونهزم في مباراة وحيدة أمام نفس اللاعب إيهاب مشالة. ترجع الكرة مرة أخرى عند اسكندر الشيبي، اسكندر التسديدة ولكن الدفاع مرة أخرى، وتعود الكرة مرة ثانية لإيهاب مشالة في هذه اللحظات، ميسي مقطوع مرة أخرى من مالديني الأسطورة الدفاعية مالديني في هذه اللحظات، والتمرير ولكن إيهاب مشالة واقف، إيهاب مشالة ومرزة ربع ساعة تعادل مازال 0-0 في انتظار الاهداف في هذه المباراة. اذا ربع ساعة مرت كبسولة على الفاينل وينر براكت بين إيهاب مشالة لاعب النادي رياضي الحم أنف واسكندر الشيبي لاعب فريق الملعب التونسي. إيهاب بالقميص الابيض اما اسكندر بالقميص الاسود ياسر الشاشة، هذه كرة من رونالدو نازاريو في اتجاه رونالدينو لكن تقطع تعود الى حكيمي ومنه ماركينوسي، اذا كونكو في اتجاه نيمار نحو كونكو، كونكو لمسه الى بيلي ولكن يقطعها اللاعب حكيمي، تعود مرة أخرى لإسكندر ولكن الهوبة يقطع الكرة، إذا بيلي يمر البرازيلي الجوهرة السوداء
كرة مرة أخرى كونكو في اتجاه مينديز، يتقدم لاعب البي اس جي مينديز نحو اللاعب اللايبزيغ الفرنسي كونكو، مبابي نيمار ميسي، لكن يمتلك الكرة ويستحوذ على الكرة اللاعب يبي مشي أمام منطقة 18 لاعب اسكندر أول تصويبة في دين الحارس أليسون. إذا تعود كرة من باكيتا، باكيتا في اتجاه فيرال كي خاطر من الرودخوليتي نيمار 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 يحاو بالبروس كوبتور، تعود مره اخرى نيمار ولكن موجود ومتواجد اللاعب الانيق المدافع الايطالي المالديني. هذه كره من حكيمي، حكيمي يبحث عن المساندة، حكيمي في اتجاه ليو ميسي نحو باتريك فييرا الحارس على كاس العالم 98. هذه كره من رونالدينو، رونالدينو باكيتا نيمار، نيمار ايش يعمل؟ يحاول مرور والحكم يعطي مخالفه كبسوله في 28 انتقالات، مخالفه اولى لمساحه اسكندر الشيبي بعد مرور نصف ساعه من المباراه. اكيد مرزا مباراه هذه حماسية حسب ما نشوف في هذه اللحظات، اللاعبين الزوز يلعبوا في الهجوم عكس المباراة الفارطة، شفنا هجوم من إيهاب مشالة والآن مخالفة قريبة جدا لإسكندر الشيبي. ماذا هل ستأتي بالجديد؟ يمشي ليو ميسي في التنفيذ ومعاه شكون لكن يموه، يمشي ليو ليو ولكن الدفاع الجدار السد يوقف الكرة، تسديدة ليونيل ميسي الأرجنتيني البرغوث، وهذا الهجوم مره اخرى اسكندر الشيبي ولكن تعود مره اخرى الى هوبا، هوبا مره اخرى نيمار، نيمار يبدل مع ميسي ليو من البرازيلي الى الارجنتيني، القاره الامريكيه اللاتينيه حاضره في هذه المباراه من كلا اللاعبين. ترجع الكره نيمار في وسط الميدان، باكيتا مره اخرى، رونالدو، رونالدو البرازيلي يرجع بالكره مع ميسي الارجنتيني، ميسي فييرا، فييرا الفرنسي يبحث عن المرور يلقاها رونالدينو، رونالدينو جوتشو يبدل مع من؟ رونالدينو مرة أخرى، التسديد وخطيرة الكرة، خطيرة التسديدة الأخيرة من اسكندر الشيبي ولكن تعود مرة أخرى إيهاب مشالة. مباراة 50-50 من كلا اللاعبين، صعب التكهن في هذه المباراة خصوصا وأنه إيهاب مشالة عنده أسبقية الفوز على اسكندر، ولكن كما نعرف اسكندر عنده فرصة للثأر من الهزيمة أمام إيهاب مشالة، أم إيهاب مشالة سيسيطر ويفوز في مباراة الثامنة على التوالي ودون الهزيمة؟ هذا ما سنعرفه مع نهاية المباراة الأولى، أو إذا كان التعادل نمر إلى مباراة ثانية. وترجع الكرة في وسط الميدان، رونالدينو، رونالدينو في اتجاه رونالدو ولكن معود الكرة من إيهاب مشالة. اقتربنا من نهاية الشوط الأول، مرزا والتعادل مازال أيضا أصفر بياض في هذه اللحظة، التعادل 0-0 قائم في هذه المباراة بين إيهاب مشالة هوبا أمام اسكندر الشيبي. وننتظروا في الأهداف في هذا الشوط الأول. مباراة تصويبة أولى كانت عن طريق هوبا، ثم تصويبة شفنا من هذا من ذلك الجانب عن طريق اسكندر، كانت محاولتين ويتيمتين في هذا الشوط الأول في هذه المباراة. إذا كرة تعود نهاية الشوط الأول بين إيهاب مشالة واسكندر الشيبي، لاعبي كل من نادي رياضي لحم الأنف والملعب التونسي ديربي البيات أشقاء مدى الحياة. إذا بنفس تقريبا نفس التشكيلة كبسولة نشوفه فيهم لاعبين اثنين، أو اللاعب إيهاب مشالة يلعب خطة 4-2-2، واللاعب اسكندر الشيبي يلعب خطة 4-1-2-1-2. إذا نفس تقريبا نفس التشكيل، رغم إنه ممكن إيهاب التشكيلة بتاعه أكثر اللعب يكون على الأطراف على طريق لاعبي الأجنحة، لكن هذا ما يخلينا يعني مباراة ننتظروا فيها أهداف كثيرة كبسولة.
هذا ما نتمنوه. مباراة بدون أهداف هي مباراة مملة في قانون كرة القدم، المباراة لا تحلل بالأهداف، والأهداف هي مصدر سعادة كل متابعي كرة القدم. تعود المباراة في الشوط الثاني، بيلي هو بيبحث عن ردة فعل في هذه اللحظات. ديربي، هو ديربي عاصمة يعني كما نعرفوا، الفريقين أخوات البيت أشقاء مدى الحياة، ولكن مرة أولى مرة ثانية ممتاز اسكندر الشيبي، والامتياز أيضا لهوبا، التصدي لرونالدينو والفان دير سار يتصدى. مباراة دفاعية، هجوم ضد دفاع في هذه اللحظات، اسكندر يهاجم ويهاب يدافع ويمشي الكرة من نيمار، نيمار جونيور ولكن مقطوعة، ترجع من يهاب مشيلة. مباراة يعني فيها توتر للاعبين، نعرف قيمة المباراة، الفائز سيكون بنسبة أكثر من 50%، البطل لتونس بما أنه عنده الدابل شانس الفائز هذه المباراة يكون عنده فرصة الفوز يساوي التتويج والهزيمة في المباراة القادمة. يذهب إلى مباراة ثانية، فاصلة وترجع الكرة الركنية على التوزيع، جول اسكندر الشيبي، اولى اهداف المباراه، راسيه حديديه من ماركينيوس القناص. اسكندر الملعب التونسي ينطلق في اول عدد الاهداف في انتظار رده فعل ايهاب مشيلة. البيج هوبا في هذه اللحظات باش يلعب الكل في الكل اكيد في هذا الشوط الثاني، الستين دقيقه لعب مرسى، تغيرت مجريات المباراه، انكمل الهجوم ليو ميسي، الكابيتانو ميسي يمر، يمشي اسكندر ولكن الكرة مقطوعة من هوبا وتعود مرة أخرى، يمشي نيمار، نيمار مرة أولى مرة ثانية رونالدينو مرزا. إذا اسكندر الشيبي بيلعب الكل في الكل، والنتيجة هدف للصفر للملعب التونسي أمام نادي حمام الأنف. تغيرت النتيجة في دقيقة 55 عن طريق رأسية ماركينوس في شيبيك الحارس فاندرسار، بعد ركنية متقنة يضعها برأسه في مرمى الحارس الهولندي. اذا 1-0 لمصلحة اسكندر الشيبي، وهذا هجوم لهوبا ولكن تقطع عن طريق الاخطبوط الفرنسي باتريك فيرا. فيرا الى باكيتا، باكيتا في اتجاه رونالدينو ولكن متواجد مالديني، يبعدها الى مينديز لاعب فريق البي اس جي، مينديز يعود الى ماركينوس ومنه الى مالديني، مالديني تغيير وجهة الكرة من اللاعب هوبا، محاولة اللعب على اطراف والبحث عن المنافذ في هذا اللقاء. هذه كرة من حكيمي في اتجاه ليو ميسي، ميسي نحو الرودخوليت الهولندي الاسطورة، كرة الى ميسي، ميسي نحو نيمار، نيمار جولاتو ليو ميسي، 1-1 هدف التعادل عن طريق يا بمشيلة لاعب النادي الرياضي الحمامف، بعد تصويبة الجوهرة او البرغوث الارجنتيني ليو ميسي. 1-1 تغيرت النتيجة الان في 70 دقيقة لعب في مباراة النهائية الوينرز براكت بين لاعب الملعب التونسي اسكندر الشيبي ولاعب النادي الرياضي حمامف، وهذه تصويبة الى هنا. اذا تعود مرة اخرى ليهاب مشيلة لاعب النادي الرياضي حمامف، هذه كرة من مينديز لاعب البي اس جي ولكن يقطعها باكيتا، تعود الى رونالدو نازاريو، تاكلينج، تاكلينج من الاسطورة الايطالية باولو مالديني، وهذا نيمار، نيمار جونيور، 2-1 لمصلحة اسكندر الشيبي لاعب الملعب التونسي. اذا تغير نتيجة بعد تذليل، بعد تعديل لياب مشيلة، يعود مرة اخرى اسكندر ليسجل الهدف الثاني كبسولة في هذا اللقاء الشيق. أكيد مرزا ملا كورة ملا مباراة وملا إثارة وملا ثورة من اسكندر الشيبي، هدفين مقابل هدف في انتظار ردة فعل ثانية من إيهاب مشيلة اللي كانت عنده ردة فعل بعد ما قبل الهدف الأول، كان قام بهدف تعادل، والآن اسكندر الشيبي يلعب الهجوم ويسجل الثاني
ترجع الكره مره اخرى اسكندر في الدفاع يمشي ماركينيوس ماركينيوس مقطوع من نيمار الهروب من نيمار الثاني مباراة مجنونة جن جنون المباراة ملا مباراة هيتشكوكية في هذه اللحظة الأخيرة من المباراة 84 دقيقة لعب 2-2 ديربي سيفي بكل وعود إن شاء الله هدفين لكل الفريقين الملعب التونسي نادي حمام الأنف الكر والفر يسكندر يسجل أولا ثم يعود يابن سيلا على مارتين وهذه تار كورة يابن سيلا في الهجوم ولكن الدفاع ترجع الكورة من هرنانديز حكيمي مرة أخرى في وسط الميدان يبدل مع نيمار ميسي اسكندر الشيبي ولكن قابلوا يا بمسالة في وسط الميدان اللحظات الأخيرة لمن ستكون الغلبة أما هناك مباراة ثانية في لبنان بعد هذه المباراة تمريرة خاطئة من يا بمسالة 89 دقيقة لعب والكرة في وسط الميدان يا بمسالة في الهجوم ولكن اسكندر واقف في الدفاع اسكندر واقف كما يجي يرجع الكرة من يا بمسالة التمريرة في اتجاه نيمار يراوغ نيمار هاي نيمار امشي الكرة من يا بمسالة جول كرة خطيرة تنتهي على أثناء المباراة التعادل الإيجابي 2-2 كانت الدوشة البارد من إيهاب ضائعة في اللحظة الأخيرة مرزة عودة للاستوديو التحليلي للتحليل على هذه المباراة قبل بداية المباراة الثانية بين نفس اللاعبين اسكندر الشيبي وإيهاب مشيل الملعب التونسي ونادي حمام الأنف شكرا كبسولة إذن المباراة تنتهي 2-2 مباراة الذهاب بين اللاعب نادي رياضي حمام الأنف إيهاب مشيل ولعب الملعب التونسي اسكندر الشيبي بعد تسابق وتلاحق بين اللاعبين الاثنين شفنا اسكندر سجل عن طريق اللاعب ماركينوس برأسية ثم كان تعديل الكفة عن طريق اللاعب ليو ميسي لمصلحة هاب ثم الهدف عن طريق نيمار جونيور لمصلحة اسكندر الشيبي والتعديل اتى من نفس اللاعب نيمار جونيور بعد لحظات من هدف تقدم يأتي نيمار ويسجل هدف ثاني مباراة مجنونة 2-2 شفنا فيها برشا أهداف شفنا برشا كرة شفنا برشا خاصة في الشوط الثاني اللي شفنا الأهداف كل في الشوط الثاني كبسولة هذا ما يدل على لاعبين اثنين ممكن تحرروا نفسانيا ابتداء من الشوط الثاني أكيد يمكن الشوط الأول شوط الجس النبض اللاعبين الاثنين قرأوا طريقة اللعب متاعهم وعرفوا يمكن نقاط الضعف ونقاط القوة من للخصم متاعو كما شفنا يعني اسكندر الشيبي كان سجل الهدف الأول وكان الجميع ينتظر يعني ردة فعل من إيهاب مشيلة اللي ما بتاتش الحقيقة يعني أقل من 10 دقائق بعد الهدف الأول يعدل النتيجة وأكيد اسكندر الشيبي يعني زاد كيف بسرعة يسجل الثاني يعني في اللحظات الأخيرة يعدل النتيجة إيهاب مشيلة وكان قريب جدا جدا من خصم المباراة ونهائها قبل المباراة الثانية فرصة ما تعودش فرصة اخر دقائق اللقاء فرصة تاع نيمار على طريق ايهاب مشيلة كانت ممكن تعطي تقدم او افضلية لايهاب في مباراة العودة اذا تعادل 2-2 والاهداف حتى تكون باش نفسروا للسادة المشاهدين حتى الاهداف تكون خارج الديار ما عندهم حتى تأثير على نتيجة او مجموعة الاهداف في لقاء الذهاب والعودة هذا اللي ممكن اللاعبين تحب تسأل عليه بحكم انه اللاعبين الاثنين ما همش مطالبين يسجلوا اهداف خارج الديار يعني كيما ممكن في دوري ابطال اوروبا في كرة القدم نفس تقريبا نفس السيستم اللي يطبقوا فيه الان في البطولة التونسي لعبت واحد ضد واحد في انتظار بداية لقاء العودة بعد لحظات من الان بين ايهاب مشيلة واللاعب اسكندر الشيبي بين نادي رياضي حمام الانف والملعب التونسي ابقوا معنا زي المشاهدين بعد لحظات من الان
عودة من جديد أعزائي المتابعين في هذه المباراة الثانية، مباراة الثائر لكل اللاعبين بين إيهاب مشيلة واسكندر الشيبي. مباراة الذهاب أو المباراة الأولى كانت انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ولولا إضاعة الفرصة من إيهاب مشيلة لكانت المباراة لرأي آخر. ترجع الكرة عند اسكندر الشيبي، يبدل الكرة في وسط الميدان نيمار، مقطوع ممتاز من نكونكو الى الروت خليط الاسطورة الهولندية. يمشي الكرة عند اللاعب البرازيلي نيمار، نيمار جونيور يبحث عن المرور وان المساندة يلقاها مع حكيمي الى خليط مرة اخرى. اللمسة لمسة من لاعبي إيهاب مشيلة في بحث عن المرور وفك شفرة دفاع الاسكندر الشيبي. لعب الملعب التونسي مباراة بدأت هجوميا، نجس نبض 8 دقائق مرت والتعادل مازال 0-0. وهذه التمريرة الحارس فاندرسار يبدل مع اللاعب أشرف حكيمي المغربي، يدور كرة يعني كما قلنا المباراة الأولى انتهت 2-2 ما بين اسكندر وإيهاب مشيلة. اسكندر اللي كان في البطولة فاز في 6 مباريات، انهزم في مباراة وحيدة وتعادل في المباراة الفارتة، عكس إيهاب مشيلة اللي ما خسر في حتى مباراة وتعادل في مباراة وحيدة هي المباراة الفارتة امام اسكندر الشيبي، وفاز في 7 مباريات يعني بالتمام والكمال. ترجع الكرة نيمار في وسط الميدان، باكيتا لوكاس باكيتا مرة أخرى، فييرا في وسط الميدان أسطورة الديوك الفرنسية، يمشي مع البرغوث الأرجنتيني، الأرجنتيني بدل مع رونالدو البرازيلي، وترجع مرة أخرى ليو ميسي، ميسي لرونالدو، ضربة جزاء، ضربة جزاء، بلالتي لإسكندر الشيبي، رونالدينو في التنفيذ أو ليه نيمار، شكون باش يسجل؟ أمل الحارس، حارس إيهاب مشيلة، راهي آخر يتقدم نيمار، 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 نيمار. التصدي والتصدي من فاندرسار، يمشي الركنية ممتاز. مباراة بدأت هجوميا منذ الدقائق الأولى، يمشي ليو ميسي، ميسي ولكن قابل الروت خليط. مرز مباراة هجومية منذ اللحظات الأولى، شفنا ضربة جزاء ضايعة، تصدي والأروع من إيهاب مشيلة في هذه اللحظات الأولى من الشوط الأول. بداية المباراة بداية نارية بعد ضرب الجزاء اللي تحصل عليها اسكندر الشيبي، كان ضاحى وتصدى لها إيهاب مشيلة عن طريق حارسه الهولندي الأسطورة فاندرسار. إذا تعود مرة أخرى لمصلحة اسكندر، هذه كرة إلى رونالدو نازاريو دي ليما البرازيلي، لرناين يتقدم لرناين، هذا رونالدو يبحث على المساندة يلقاها ولكن أليكس عفوا مينديس يضحى في التماس. تعود مرة أخرى لمصلحة لاعب الملعب التونسي اسكندر الشيبي، هذه كرة من ميسي في اتجاه حكيمي نحو فييرا، فييرا فييرا إلى باكيتا، لاعب ليون الفرنسي باكيتا، باكيتا نحو فييرا مرة أخرى، باتريك فييرا نحو ليو ميسي الأرجنتيني رونالدو نازاريو، ملا تاكلينج من باولو مالديني، تاكلينج ناجح عن طريق اللاعب هوبا، هذه كرة من ميسي ليو، ليو بحث على المساندة، ليو ليو في انتظار صعود اللاعبين، يعود بين الظهير من حكيمي ومنه إلى الرد خوليت، خوليت في اتجاه كونكو الفرنسي، كونكو مرة أخرى خوليت، خذوا هاتي هذه كرة من نيمار، بيلي أولى تصويبات هوبا، ولكن الحارس البرازيلي أليسون كان حاضر أمام اللاعب بيلي الجوهرة السوداء، هذه كرة نيمار، نيمار نيمار نيمار، هجمة بهجمة، هجمة بهجمة بين اللاعبين، كرة من هنا وكرة من هناك، اثنين الاثنين لاعبين قاعدين يقدموا مستوى عالي وعالي للغاية كبسولة كما نشاهدوا، يعني كل كرة كل هجمة تكون خطيرة على الدفاع هذا وذاك. أكيد هجمة بهجمة، تصدي بتصدي، والفنيات حاضرة في هذه اللحظات من اسكندر الشيبي، ولكن كورته الجانبية الفنيات والمهارات مش في مباراة كما هذه. اسكندر في هذه اللحظات يمشي في وسط الميدان، نكونكو نكونكو لخوليت، يمشي مرة أخرى نيمار، الهربة من نيمار إلى حكيمي، حكيمي يدور كورة يعني يلعب في
باس باس الإيهاب مشال يبحث عن الدخول الهجوم وهذه كرة من بيلي بيلي بدل مع الروت خليت بيلي مرة أخرى نيمار 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 يمر نيمار يعدي نيمار يتوغل ولكن يعود والتسديدة الحارس والحارس أليسون البرازيلي تصدي والأروع مباراة الحراس في هذه اللحظات التصديات موجودة والتألق من حامي العرين للملعب التونسي ونادي حامي ملعب ترجع الكرة باتريس فييرا أو باتريك فييرا يبدل مع تيو هيرنانديز 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 التمريرة مرة أخرى مرة ثانية إيهاب إيش يعمل إيهاب يلعب بالنار يا إيهاب يلعب بالنار يا إيهاب مباراة مصيرية يعني لاعبين الاثنين كيما اسكندر الشايبي وإيهاب مشيلة داخلين المباراة بدم بارد يعني عبارة مباراة عادية مش نهائي شفنا المهارات والفنيات من اسكندر الشايبي وشفنا اللعب بالنار من إيهاب مشيلة ترجع الكرة وهذه ما تحلى كرة القدم كان باللقطات هذه ترجع الكرة فييرا في وسط الميدان مبابي 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 مع مينديز مينديز اقتربنا من نهاية الشوط الأول في هذه اللحظات والتعادل السلبي 0-0 التعادل بياض سيد هذه الشوط ترجع الكرة لميسي ميسي مر ميسي مر بيلي مرة أولى مرة ثانية ما يخلطش على كوتو ترجع الكرة عند اسكندر الشايبي في آخر هجمة نهاية الشوط الأول مرزا في هذه المباراة التعادل السلبي 0-0 مباراة كانت هجومية 100% أكثر من مباراة الفارطة أو المباراة اللي قبلها شنية رايك في 45 دقيقة لعب اللي تعديت 45 دقيقة لعب شفنا فيها برشة هجمات بين عن طريق اللاعبين اسكندر وإيهاب مشيلة وصلوا أكثر مرات للمرمى المرمى الفريق المنافس ممكن شوط ممتع أكثر ممكن حتى من مباراة الفارطة شفنا برشة هجمات واللاعبين الاثنين الحقيقة ممكن أهدروا عديد كرات خاصة اسكندر ضيع ضربة جزاء في أول ربع ساعة من عمر اللقاء كان ذكر كبسولة عن طريق اللاعب نيمار تصدى لها الحارس الهولندي فاندر سار إذن عودنا في شوط ثاني من مباراة العودة بين إيهاب مشيلة لاعب نادي رياض حمل أنف بالقميص الأبيض واللاعب اسكندر الشايبي لاعب فريق الملعب التونسي بالقميص الاسود على يمين الشاشه اذا كره من مبابي نحو نكونكو الى بيلي نحو نيمار 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 يعود به الى الروت خوليتي ومنه الى نكونكو مره اخرى خوليت ولكن باتريك فييرا الاخطبوط يقطع الكره تعود رونالدو نازاريو دي ليما يحاول مرور ليرناين ليرناين ولكن خطأ يقطعها مواطنو ماركينوس تعود مرة أخرى كورة إلى نيمار جونيور نيمار ولكن أنت في حضرة باولو مالديني يا نيمار باولو مالديني الأسطورة الفائز بخمسة تشامبيونز ليج هذا المدافع الصلب تعود كورة من ليو ميسي ليو نحو الروت خوليتي خوليت إلى نيمار ولكن يقطعها المدافع ماركينوس تعود إلى رونالدينو الساحر البرازيلي منه إلى لوكاس باكيتا في اتجاه باتريك فييرا فييرا لمسة طويلة في اتجاه باكيتا رونالدو الأولى 0 عن طريق نيمار 1-0 لإسكندر الشايبي ونتزيرو لمصلحة الملعب التونسي في 56 دقيقة لعب عن طريق البرازيلي نيمار جونيور كبسولة كما نفس السيناريو لحد الآن متاع المباراة الأولى الشوط أول أنت 0-0 الشوط الثاني الأسبقية تبدأ من اسكندر الشايبي في انتظار استفاقة وعودة في المباراة من إيهاب مشيلة ترجع له الكرة مرة أخرى بيلي 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 جول 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 التعادل نفس السيناريو نفس السيناريو المباراة الأولى يعاد نفس الأحرف ونفس الأسطر تعاد مرة أخرى يا كاتب التاريخ
ملا مباراة، ملا جنون، ونهائي قبل الأوان، نهائي قبل الأوان بين اثنين من أقوى اللاعبين في تونس وأفريقيا، ولما لا في العالم العربي والعالم بأجمع اسكندر الشيبي وإيهاب مشيلة، مباراة والأروع، مباراة جميلة، يمشي إيهاب يسدد والحارس ممتاز، ركنية مباراة، ملا جنون، ملا إثارة، ملا تشويق، ما تعرفش شكون اللي مركي وشكون اللي يرجع وشكون يربح وشكون يترشح للبيك فاينل. انه البيك فاينل يعني حرام حرام مباراة كيما هذه تكون الفاينل وينرز. ان شاء الله تمنينا تكون مباراة، ان شاء الله مباراة البيك فاينل تكون بنفس الإثارة والتشويق تاع المباراة هذه. ترجع الكرة حكيمي، اسكندر الشيبي في الهجوم، اسكندر التمرير لميسي ولكن مقطوعة مرة أخرى لودخوليت والتاكلينج في الوقت المناسب، تعود من نيمار إلى ميسي، مقطوعة من مرة أخرى من ميسي، ميسي يهرب، ميسي يعود بالقدم إلى حكيمي، حكيمي نيمار، تقريبا نفس التشكيلة للاعبين الاثنين، نفس الأسامي، نفس الأساطير تقريبا، يمشي الكرة لودخوليت يبدل مع كونكو، كونكو يبحث عن المساندة يلقاها مع بيلي، بيلي 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 يراوغ يراوغ بالأول ويعاود، ولكن قابلوا المغربي، قابلوا المغربي حكيمي، وتعود مرة أخرى من إيهاب مشيلة هذا الهجوم، خوليت 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 إلى بيلي مرة أخرى نيمار، الحكم ما فما شيء، الحكم يقول العب ما فما شيء. في هذه اللحظات مرزا التعادل هدف لهدف، مباراة كيما استنيناها لقيناها. صحيح كبسولة مباراة حماسية بين اللاعبين الاثنين، خاصة انه تقارب في المستوى بيناتهم، لاحظناه حتى في مباريات السويس راوند، كانت مباراة معناتها متقاربة في النتيجة، فاز فيها مشي 2-1، مباراة اليوم من مباراة الذهاب 2-2 والان التعادل مازال 1-1، في مباراة العودة بمجموع اهداف 3-3، لاعبين الاثنين من افضل لاعبين في البطولة، شفناهم يعني الحقيقة حتى في الدور الاول سويس راوند، إيهاب مشيلة كان فاز 7-0، واسكندر الشيبي كان فاز 6 وهزيمة واحدة كانت امام إيهاب مشيلة، يعني لاعبين اثنين يعرفوا بعضهم، مش اول مرة يشاركوا ضد بعضهم، مستوى كما قلنا متقارب، شاركوا في الموسم الفارط الاثنين، كان اسكندر الشيبي هو صاحب المرتبة الثانية وإيهاب مشيلة كان صاحب المرتبة الثالثة، وكانت مباراة ما بيناتهم كذلك في الفاينل لوزر براكت في الموسم الفارط. اذا تعود المباراة في اخر ربع ساعة قبل نهاية لقاء العودة في هذا اللي في فاينل الوينرز براكت بين إيهاب مشيلة لاعب نادي رياض الحمام واسكندر الشيبي لاعب الملعب التونسي. اذا كره من نيمار في اتجاه بيلي، ولكن ماذا يقول الحكم؟ الرايه وصفاره تسلل لمصلحه فريق الملعب التونسي. يتغير وجهه الكره نحو باكيتا من ولا فيرا، يتقدم عليه رودخوليت، ولكن يعود مره اخرى فيرا محاوله لعب الكره القصيره، لكن تعود الى الهولندي صاحب الكره الذهبيه سنه 89، هو رودخوليت يغير وجه الكره في اتجاه جيلس مارتينز لاعب الموناكو، يحاول بالروس كوبتورنو، موجود اسكندر في قطع هذه الكره، تعود الى ماني، ساديو ساديو ماني نحو نيمار، يلعب الى ظهير الايمن للبي اس جي حكيمي، حكيم في اتجاه ماني، ماني بالبروس كوبتورن مره اخرى، يعود به الى باتريك فيرا نحو لوكاس باكيتا لاعب نادي ليون الفرنسي، تعود ماني 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 يعمل يحاول المراوغه، تعود مره اخرى محاوله بحث على المنافذ من اسكندر، قاعد يدور في الكره من منطقه العمليات، هذه كره من رودخوليت في اتجاه جيلس مارتينز، هو بيحاول يلعب على هجوم عكس، ولكن متواجد اسكندر يقطع الكره الى اين؟ لا لازالت عند هوبا، هذه كرة من مندس، لكن خاطر تعود إلى رونالدينو، كرة طويلة ولكن يقطعها اللاعب ماركينوس، تعود نيمار خاطئة، هذه كرة عند خوليت، كرات يعني ميس سباس شفناهم في الشوط الثاني خاصة بعد تسجيل الأهداف، ممكن في انتظار، ممكن اللاعبين الاثنين متوترين، هذا عادي بنظرا لقيمة اللقاء.
اذا ترجع الكره مره اخرى هجوم واخر هجوم لهيب مشيلة يمشي الكره مقطوعه وستنتهي نهايه المباراه الثانيه بالتعادل الايجابي 1-1 في انتظار ما ستؤول هو المباراه. نعود للاستوديو معك مازا للحديث عن هذه المباراه. شكرا كبسوله، شكرا على التعليق على المباراه. اذا نهايه مباراه العوده 1-1 مع العلم المباراة الذهاب كان 2-2، هذا ما يخلينا نمشيو لمباراة فاصلة اللي قد ممكن تنجم توصل إلى ضربات الجزاء في حال استمر التعادل بعد 90 دقيقة مباراة ثالثة. مباراة هذه الحقيقة شفنا التسابق والتلاحق كما هو الحال في مباراة الذهاب، اللاعبين الاثنين كان المستوى متقارب للغاية، ما شفناش حتى ممكن لاعب متفوق على الآخر. كالعادة بنفس السيناريو مباراة الذهاب، اسكندر يسجل إيهاب يعدل، إذا ممكن ننتظر مباراة ثالثة باش تحسم من سيكون اللاعب اللي باش يوصل للجراند فاينل كبسولة. أكيد مباراة صعبة تكهن، ويمكن أنا نتكهن أنه توصل ضربات الجزاء والإكسترا تايم. مباراة صعبة ما بين زوز من أقوى لاعبي تونس في لعبة الفيفا أو الرباعي أصلا يلعب في هذه المباراة السيمي فاينل، هو رباعي من أقوى لاعبي البطولة ولاعبي تونس في لعبة الفيفا. مرزا كما نعرفوا يوصل يلعب الفاينل إلا ما يكون عنده في يديه وفي ساقيه. أكيد يعني تنتظر فينا مباراة فاصلة ثالثة صعبة وصعبة جدا على اللاعبين الاثنين باش يدخلوا بنا نفسيه زعما باش يدخلوا للمباراه. نتصور المباراه هذه باش تكون هما مباراه حاسمه باش تكون بدرجه اعلى من الصعوبه مقارنه المباراتين الاثنين، خاصه ان هي اللي المباراه اللي باش تخاول اللاعب فيهم باش يكون موجود في الجراند فاينل. اللي نذكروا السيده المشاهدين الجراند فاينل اللاعب اللي باش يفوز المباراه هذه يكون عنده دبل تشانس في مباراة الجراند فاينل. كيفاش دبل شانس؟ معناتها لو ينهزم في الجراند فاينل عنده فرصة أخرى باش يعاود يلعب مرة أخرى بحكم الأفضلية ليه في بحكم أنه هو الفايز في الوينرز براكت. إذا عودة في اللقاء كبسولة، تفضل لك الخط. عودة من جديد في المباراة الثالثة والفاصلة والأخيرة في هذا الفاينل وينرز بين الكبيرين العملاقين اسكندر الشيري والبيج ووبا ياب مشيلة بين الملعب التونسي ونادي حمام الأنف في ديربي البيات أشقاء مدى الحياة. مباراة انتقلنا فيها للمباراة الثالثة الفاصلة والأخيرة، بمن ستكون الكلمة لمن سيكون الترشح للبيك فاينل، مع العلم انه ينجم يكون فما مواجهة اخرى في البيك فاينل بين اللاعبين في حال المنهزم في هذه المباراة يفوز امام حبيب العابد يكون مواجهة اخرى نفس اللاعبين. وهذا تمريرة ولكن الدفاع واقف مليح كما قلت، يعني حبيب العابد هو المترشحين للفاينل لوزر. يمشي نيمار جول. مباراة اشتعلت منذ الدقائق الاولى، البركان ينفجر في الملعب وفي المدارج. المباراة تنطلق كالعادة، اسكندر الشيبي ينطلق في عدد الاهداف، هدف للصفر. هل سنرى كالعادة استفاقة وردة فعل من ايهاب مشيلة ام سيكون لاسكندر الشيبي راي اخر وياخذ الاسبقية بهدفين؟ هذا ما سنعرفه. هذا الهجوم يمشي بيلي البيلي البيلي الماكينة البرازيلية بيلي بابا 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 جول. نيمار البرازيلي ايهاب مشيلة نفس السيناريو، عاد نفس السيناريو بين اللاعبين، الكر والفر. اسكندر يسجل وهو بيعدل. مباراة مجنونة، مباراة والعروة، مباراة تشويق لا نهاية. وهذا ميسي، هذا ميسي اسكندر، ميسي لنيمار، رونالدو البرازيلي الأسطورة. جول الثاني، جول رونالدو البرازيلي يعلن عن الثاني في الدقيقة 15. مباراة هجومية نارية، ما فماش علاش بين أقوى الزوز اللاعبين والتكهن، ما فماش مرزا في هذه اللحظات. أول ربع ساعة مباراة 2-1
لإسكندر الشيبي في هذه اللحظات. نعم كبسول، مباراة اللي يصعب فيها التكهن تسابق وتلاحق منذ المباراة الأولى، ونحن الآن مباراة الثالثة والفاصلة 2-1 تقدم لإسكندر بعد أهداف، بعد ما كان سجل في أولى دقائق اللقاء في قساسة كان الرد سريع عن طريق كوبا عن طريق نفس اللاعب نيمار، ولكن لم يتأخر إسكندر في ضغط الثاني عن طريق البرازيلي إيرناين رونالدو نازاريو بعد هدف في 17 قلاب. إذن كرة من مبابي، مبابي عن طريق كوبا، مبابي يبحث عن المنافذ يلعب كرة في اتجاه حكيمي، ولكن ماذا يقول الحكم؟ الرأي صفر وتسلل يعلنها الحكم. إذن كرة من مالديني في اتجاه ماركينوس، ماركينوس إلى ليو ميسي، ميسي يتقدم، ميسي ميسي في اتجاه الفرنسي باتريك فييرا نحو الإيطالي باولو مالديني نحو البرازيلي ماركينوس في اتجاه ميسي يحاول يستحوذ أكثر على الكرة إسكندر. إذا لاحظناه بعد تسجيل الهدف الثاني هذه كرة مباكيتا يعود بين الخلف أم لا، يحاول بالرول منه إلى فييرا يبحث عن صعود من ليو ميسي، ليو 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 إيش يعمل ليو؟ كانت قريبة من مرمى الحارس سيدوين فاندرسار، تصويبة رائعة بالتايم فينيشينج كانت قريبة من الحارس الهولندي، كرة عن طريق البارغوز الأرجنتيني ليو ميسي. إذن كرة من كونكو، كونكو في اتجاه مبابي نحو مينديس، هو يبحث عن هدف التعادل في هذه اللحظات. هذه كرة من مبابي نحو نيمار، نيمار في اتجاه الجوهرة السوداء بيلي نحو حكيمي ومنه إلى الروت خوليتي في اتجاه كونكو، كونكو كونكو يراوغ يعود بها الى الروت خوليت لمسة الى بيلي، بيلي بيلي ولا لا 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 الثاني عن طريق الهوبا، اثنين اثنين، ملا مباراة، ملا مباراة عن طريق كيليان مبابي، التعادل هو مصير هذه المباراة، تسابق وتلاحق منذ مباراة الأولى 2-2 تقدم إسكندر ثم عودة إيهاب مشارة. هذا لاحظناه في ديربي الأجوار بين النادي الأهلي الحملانف والملعب التونسي كبسولة. أكيد مرزة مباراة والأروع مباراة، وأكثر واحد يسخف في المباراة هو كاتب التاريخ باش يستعمل برشا ستيلوات، وما زالت المباراة من وفاتش مباراة ستدخل التاريخ من أوسع أبوابه بين زوز من أقوى اللاعبين في تونس إيهاب مشالة وإسكندر الشيبي، مباراة التسابق والتلاحق والتعادل سيد الموقف في ثلاث مباريات لحد الآن. المباراة الأولى نفس النتيجة 2-2، مباراة الثانية 1-1، والشوط الأول من المباراة الثالثة 2-2، مازلنا ما وفيش، مازال ما فماش، مازال ما نعرفوش شكون في البيك فاينل. وهيب إن شاء الله ميسي، ميسي 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 راوغ، ميسي مر، ميسي سدد، ولكن الدفاع ركنية جديدة لهيب ما شاء الله. البيك هوبا في الهجوم يبحث عن أول كيفاش نقوله يعني الاستمرار والأخذ الأسبقية في أولى الفرص، وتعود الكرة عكس الهجوم وركنية أو تماس، تماس لصالح إيهاب مشالة في هذه اللحظات الأخيرة من الشوط الأول والفترة الأولى من هذه المباراة الشيقة. الإثارة والحماس موجودة هنا أكثر من نتفليكس. تعود الكرة في وسط الميدان، خوليت الأرجنتيني أو الأسطورة الهولندية إلى نيمار، ليو ميسي الأرجنتيني، تسديدة ولكن الدفاع، ونهاية الشوط الأول مرسى، نهاية الفترة الأولى من المباراة الثالثة والأخيرة نفس السيناريو، تسابق والتلاحق 2-2 إسكندر الشيبي وإيهاب مشالة. سيناريو كان متوقع بحكم شفنا المباراتين اللي فاتوا، كان ديما تسابق وتلاحق بين اللاعبين الاثنين، ديما يتقدم إسكندر لاعب الملعب التونسي ثم إيهاب يعدل النتيجة كما هو الحال. في شوط أول كان مليء بالأهداف والإثارة، إن شاء الله في شوط ثاني نشاهدوا أكثر أهداف ونشاهدوا المتعة ونعرفوا شكون سيدي يتأهل معنا للجراند فاينل من هذا اللقاء الشيق. إذن كرة من ديز نحو ماركينوس،
ماركينوس في اتجاه اشرف حكيمي، يتقدم اشرف حكيمي القطار المغربي نحو خوليتي، خوليتي لانكونكو، انكونكو الى بيلي 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 بالريفرس، وماذا يفعل بيلي؟ يعود بها الى لاعب الارتكاز انكونكو، هذا هو بيلي في اتجاه نيمار، بيلي ايش يعمل بيلي؟ مازال يستحوذ على الكره هوبا، هذه كره لمسه الوان تو، ولكن موجوده حارس ليفربول البرازيلي اليسون بيكيري، تعود من ميسي في اتجاه حكيمي، حكيمي الى ليو ميسي، ميسي حاول بالرول يبحث عن مالديني، ومنه الى باكيتا، يتقدم باكيتا، مر باكيتا وتصويبة، اسكندر الشايبي يعلن التقدم مرة اخرى عن طريق لاعب ليون لوكاس باكيتا في 52 دقيقة لعب كبسولة. أكيد كما قلنا المباراة مش بشتوفة، يعني لو فهم مباراة رابعة وخامسة نظن أنه باش نوصلوا لها، وربي تستر من المباراة هذه ونهايتها. واسكندر الشيبي كالعادة يأخذ الأسبقية على إياب مشالة، واللوجيك يقول أنه إياب مشالة سيسجل الثالث. هل يكون اسكندر السيبي عكس التوقعات وياخذ الأسبقية مرة أخرى؟ أول إياب مشيلة نفس ردة الفعل في كل مباراة، ترجع الكرة مرة أخرى في وسط الميدان، فييرا إلى رونالدو، رونالدو البرازيلي الأسطورة الحية، التسعة الحية في هذه المباراة، رونالدو يمر مرة أخرى، يدور بكورتو، يمشي يبدل كليا، يرجع للدفاع ماركينيوس. الاسكندر الشيبي يلعب مرتاح، يلعب على استحواذ الكرة، يربح الوقت بما انه وصلنا للدقيقة 60 من في الشوط الثاني، وترجع الكرة في وسط الميدان، الروت خوليت حكيمي، حكيمي يعني كما قلت كرة القدم لا تستعرف بالتكهنات ولا تستعرف بمن الفائز قبل الدقيقة 90 ويمكن حتى الدقيقة 120 كما حصل في بعض المباريات، أبرزها مباراة الجزائر والكاميرون. ترجع الكرة من نيمار، نيمار يبدل مع ميسي، ميسي مرة أخرى اسكندر في الهجوم، والتاكلينج والأروع من إيهاب مشيلة، تاكلينج والأروع، وترجع الكرة من انكونكو، انكونكو ايش يعمل؟ يلا يبحث عن الموساندا، يلقاها مع مينديس، مينديس إلى انكونكو، انكونكو مرة أخرى مينديس، ثنائي من نار، أستريا ستار، إيهاب مشيلة في الهجوم، واسكندر الشيبي في الدفاع. ماذا ستكون هذه المباراة؟ اما الفوز لاسكندر الشيبي ام يعدل النتيجة؟ يا بمشالة، يا بمشالة هربة من بيلي، بيلي مر، بيلي سدد ولكن بعيدة 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 للمعاد سراك يا بيلي. ترجع الكرة ضربة مرمى من الحارس فاندرسار، يبدل الكرة ماركينيوس واتجاه ميسي الى فييرا في وسط الميدان، باكيتا الى حكيمي، مالديني مرة أخرى يبدل مع نيمار، اسكندر الشيبي في الهجوم، اسكندر مقطوع من إيهاب مشيلة، اقتربنا من 70 دقيقة لعب، وهذه التمريرة في العمق ممتاز، الكنترول والأروع من بيلي، بيلي ولكن الدفاع من اسكندر، اسكندر الشيبي واقف مليح في هذه اللحظات. ترجع الكرة باكيتا في هذا الهجوم إلى رونالدينو، رونالدينو البرازيلي يراوغ ويمر، إيسا يوزع الكرة التمرير في العمق ولكن قبله إيهاب في الدفاع، إيهاب مشيلة. ترجع الكرة ماركينيوس، ماركينيوس إلى خوليت في هذه اللحظات، إيهاب مشيلة يبحث عن التعادل أو المرور للأوقات الإضافية، أو الإسكندر الشيبي يبحث عن هدف لتقليص امال ياب مشيلة في الترشح، ويذهب ياب مشيلة يمكن بهذه النتيجة الى الفاينل لوزرز. ترجع الكرة من انكونكو، كمل العملية انكونكو، يبدل مع مبابي، مبابي نيمار، لكن ما يمرش، ما يمرش المرزع نيمار، واقتربنا من نهاية المباراة والتقدم لاسكندر الشيبي 3-2. اقتربنا من اخر دقائق المباراة، ما زال قرابة 12 دقيقة واكثر على نهاية 90 دقيقة، ولينا تقدم لصالح لاعب الملعب التونسي اسكندر الشيبي بعد هدف لوكاس باكيتا في اولى دقائق الشوط الثاني من المباراة، تصويبة لا تصد ولا ترد. ممكن مشي يقوم الان هي بمشيلة بتغييرات تكتيكية لانه الوقت ما عادش يسمح له باش يلعب اكثر
دفاعيا مش يحاول يلعب اكثر هجوم، يتقدم يلعب الضغط العالي فيما تبقى مباراه، محاوله منه العوده في اللقاء 3-2. اذا النتيجه الان مازال 10 دقائق قد تكون حاسمه كبسوله، ننتظر يعني عوده اللقاء وعوده التشويق في هذه المباراه اللي شفنا فيها تسابق وتلاحق كما قلنا منذ المباراه الاولى اللي كانت انتهت 2-1 والمباراة الثانية 2-2 والآن 3-2. نشوفوا تقدم الاسكندر الشابي، ننتظروا أعزائي المشاهدين، ممكن ما زالوا اللاعبين الاثنين باش يقوم بتغييرات تكتيكية، هذا حاجة يعني عادية للغاية بحكم أهمية الرهان وأهمية النتيجة بحكم تقدم اسكندر الشابي 3-2 في اللقاء في ما تبقى من عمر اللقاء 10 دقائق من الآن. أكيد يعني اسكندر الشيبي يعني باش يلعب الدفاع عكس إيهاب مشيلة اللي باش يلعب الكل في الكل باش يلعب الهجوم، فمش ما يخطف هدف التعادل في ما تبقى من هذه المباراة. أكيد يعني التعادل أفضل بكثير من الهزيمة وعودة المباراة. نرجع لك مرزة نكملوا المباراة. إذن الركنية لمصلحة اسكندر الشيبي، يتقدم رونالدينو، رونالدينو ممكن يلعبها قصيرة اسكندر، لا يلعبها طويلة في اتجاه تيو هرنانديز، ثم رونالدو نازاريو يحاول بالمراوغة ولكن تعود مرة أخرى عن طريق ديفيس، مرة أخرى يستميت على الكرة اسكندر، يحاول يحتفظ أكثر من الكرة، ما يتسرعش بحكم أنه متقدم لحد الآن. هذه كرة من فييرا، فييرا بالبرول يبحث عن ماني وفاندر سار، تألق من فاندر سار تصويبة السنغالي لاعب الملتقى الحديث اللي فريق البايرن ميونخ. هذه كره من ديفيس، الى اين يبحث المساند ديفيس؟ كما تشوف كبسوله، اذا اللاعبين الاثنين قاعدين، ممكن اسكندر قاعد يحاول يمتلك اكثر الكره بحكم انه متقدم لحد الان 3-2. اكيد يعني اسكندر الشيبي باش يلعب الاستحواذ يربح الثواني والدقائق عكس ايهاب مشيلة اللي باش يلعب عن الهجومات وعكس الهجوم والكل في الكل نحو التعادل. ترجع الكره اسكندر الشيبي ولكن مقطوعه من ايهاب مشيلة، هذا الهجوم، هذا الهجوم الخطير، يرجع بالكره لديفيز او فييرا انكونكو على هروب انكونكو، انكونكو ايش يعمل؟ يبحث عن المساعدة ومقطوع مرة أخرى من اسكندر الشيبي ولكن سرعان ما تعود ليه بمشيلة. هذه اللحظات الأخيرة، اللحظات القاتلة، الوقت القاتل، الموني تايم، آخر لحظات المباراة، هل تأتي بالجديد ليه بمشيلة أم ستنتهي بنفس النتيجة 3-2؟ ولكن هذا الكورة مرة أخرى، مرة أخرى خوليت في وسط الميدان مقطوعة ونهاية المباراة. ألف مبروك الترشح اسكندر الشيبي بعد الانتصار 3-2 امام ايهاب مشيلة. شكرا ايهاب، شكرا اسكندر على هذه الروح الرياضيه، شكرا ايضا على هذه المباريات الناريه التشويقيه. لنا عوده ان شاء الله للاستوديو التحليلي والاستجوابات ما بعد المباراه مع مرزا واسكندر الشيبي، وانتظارا يعني قبل مباراه الفاينل لوزرز بين ايهاب مشيلة وحبيب العابد. لك الكلمه زميلي مرزا. شكرا كبسولة، إذن باش يلتحق بنا بعد قليل الفائز في مباراة الوينرز براكت اللاعب اسكندر الشيبي لاعب فريق الملعب التونسي. مرحبا اسكندر، كيفاش ريت المباراتين؟ ثلاثة مباريات هذوما اللي كانوا الحقيقة صعاب من ناحية الحماس وممكن التشويق لآخر لحظات. ثلاثة مباريات كم ريتو تلعبوا على ديتاي صغير، ساعات حتى نتاع ثلاث منافس مني أنا ومن هوبا. كاو قعدنا مركزين الزوز، قعدنا نلعبوا على اختار المنافس، شان جات مني انا المره هذايا وكاو نتمنى الهوبا يترشح يلعب تروح به وحبيب يترشح حتى كان حبيب يترشح والربح منهم يجي مني انا وان شاء الله يتعدى فينال مزيان كيما الفينال تاع الوينر براكت ان شاء الله. ان شاء الله اسكندر، وصلنا ممكن وصلت المرحله الاخيره اللي هي الجراند فاينل، ممكن او ممكن ثاني مره زي بعد الموسم الفارط اللي لعبت الجراند فاينل، صحيح ما كانتش كانت عثره في الجراند فاينل الموسم الفارط. السنه شنو هي شكون تحضيراتك للجراند فاينل اللي باش يكون ممكن بعد ساعه من الان؟ والله كما قلت انت عمنا ولا ترشحت الجراند فينال، الله غالب ما عديتهاش، عملت مضاعف قوة كما يقولوا، حطيت في قلبي وعزيمة وصحابي دازوا معايا، تشوف تويك ربحت
ان شاء الله ان شاء الله سنين هزها ان شاء الله ان شاء الله. شكرا اسكندر على حضورك وان شاء الله بالتوفيق في الجراند فاينل اللي بتلعب ان شاء الله بعد ساعه من الان. يعطيك الصحه عاشق. اذا اعزائي المشاهدين كنتوا شاهدتوا مباراه الفاينل وينرز براكت بين اسكندر الشيبي اللي كان معنا منذ قليل واللاعب ايهاب مشيله لاعب نادي الاتحاد حمام انف. بعد قليل من الان ممكن تنطلق مباراه الفاينل لوزر براكت اللي باش نتعرفوا فيها على باش يرافق اسكندر في مباراه الجراند فاينل واللي باش يكون صاحب المركز الثالث في هذه البطوله. بعد دقائق من الان ان شاء الله باش ننقل لكم هذه المباراه. ابقوا معنا.